أنا عمري ما حبيت نحتقر أي إنسان ولا نذله. جامي ما في. جامي. باسكو جو سوي باسي بار سيت إبروف لا. اللي يحب يذل الرجال هو يكمل قليل في حياته. ما نذلش الناس. أما اللي يعمل عملة يلزمو يدفع حقه. سا سي لا كوندويت دي ناسيون. ما تعملش ما تاخوش الحكم إذا ما عندكش القدرة باش تشد الأمور بيد من حديد. قلب رحيم رؤوف حنون، ولكن إذا جد الجد إذا حب واحد يبدأ ينزل خابية يعمل كيلفار معناها، ولا يشد يحرق مكتب وفيه التلامذة متاعه، ولا يقتل الناس على خاطر مش فافقه في الرأي. أنا جدن لوردر دو تيري سان بيتي. تتفكر تجبد لي على المنظمات الشيوعية التونسية بورقيبة خاين وعميل الاستعمار والامبريالية. قل لي سي القرد، بورقيبة كان في الحبس وقت انت صغير ترضع في امك، كان في الحبس يدافع على سيادة الدولة التونسية، يولي هو عميل الاستعمار يصفش، يوليوها الرجال هذوما الكل اللي بناوا لك المدارس واللي بناوا لك الطرقات والسدود وهالدولة من العدم اللي غرقت عام 69. والله يا طبيبة لا قاعدة قنطرة واقفة في تونس، سوسة مقطوعة وسفاكس مقطوعة والكاف مقطوعة، وبورقيبة بالتليفون يكلم في الأمريكان باش يبعثونا الهليكوبتر باش يبعثوا طرف فارينة وطرف حليب للأولاد الصغار باش ننقذوا هالشعب الكريم من المصيبة اللي حلت بيه. وجاس الهادي نويرا ونقول له يا سي الهادي من لا نسامحك لا دنيا لا آخرة. Enrichissez les Tunisiens. Enrichissez-les. Je veux que chaque Tunisien ait sa maison, que chaque enfant ait son siège à l'école, à l'université, que chaque homme, que chaque femme ait un emploi. Peut-être pas avec de gros salaires, mais un emploi et un salaire quand même. Je parle un Chinois qui me plaît beaucoup. J'oublie. Deng Xiaoping. Qu'importe que le chat soit blanc ou noir, pourvu qu'il attrape la souris.